بنتولد على أرض ونموت كمان على أرض وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بنتولد على أرض ونموت كمان على أرض وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا محكوم علينا محكوم علينا بالأرض. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. فينا اللي بتغرب فينا اللي تقدر فيه وعلى اخوانا تضربوا. فينا اللي بترسي فينا اللي بتغرب فينا اللي تقدر فيه وعلى اخوانا تضربوا. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح العمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا محكوم علينا محكوم علينا بالحرب. ولا انت في ايه يالا؟ ما تركز. بقول لك ايه؟ قصر الكلام، انت هتقعد هنا انت وبطه، وانا هسافر لوحدي، قول لها اي حاجه بقى، طلع نويبع، طلع شرم الشيخ. كده برضه علي، مش تقول لي ان انت رايح شرم الشيخ. طب اقول لك ايه بس؟ خدي دول يا ام علي اديهم لعلي. ايه دول؟ هو عارف. طب اتفضلي يا حبيبتي. يزيد فضلك. قولي لي بقى يا ام علي. علي مش جايب حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ هو مش اداكي كل حاجة جايبها من بورسعيد؟ لا انا بقول يعني يكون مدكن حاجة كده ولا حاجة كده. هيدكن حاجة يعمل بيها ايه؟ يديها لحد تاني. حد تاني ايه بس يا قوسة؟ ده انت عارفة علي طول عمره دغري، لا يعرف اللف ولا الدوران. وبعدين مدام برتاح معاكي هيروح لحد تاني ليه؟ والله صدقت يا ام علي، ربنا يخليهولك ولا يحرمكيش منه ابدا. ويهديه لبنت الحلال. نفسي نفسي يا قوسة اجوزه واطمن عليه. اطمني اطمني جدا يا ام علي، العروسه موجوده. بطه طبعا يا حبيبتي، هو يلاقي احسن منها فين؟ بطه وفرحتي قوي. بطه ايه وزت ايه يا ام علي اللي سايبه شغلها ودايره طول النهار تلف وراهم زي الرجاله؟ انا بتكلم على البنت لبنى بنت اختي، مش هيلاقي احسن منها. طبعا، ومين يمدح للعروسه؟ أمها وخالتها أو البلانة لحاجاتها.
بلنت ايه وحاجتها ايه وخليتها ايه يا ام علي؟ هو البيت لبنى يعني تتعيب؟ طب ده كل شبان الجماليه بيجروا كده كده وراها، بس هي بقى القلب وما يريد. بتحبه يا اوسه؟ يا اختي دي مستعده تبيع عمرها كله عشان. وهو عارف الرجل الدب مطرح ما تحب، يعني هو ميال لها. طب كلام في سرك يا ام علي، ما بياكلش حته كبده غير من ايديها. طب وانتش عرافي صاحبك وجارك ادرى بحالك يا اختي. الواد ما قاليش على حته الكبده دي. وانا قلت لك 100 مره يا سامك الواد علي ده واد العباد، دور على البنت دي وكلب عليها حلاوه ولاف منها القرشين اللي حلتها وقال لها امك في العيش ولا صار. اصبر شويه، مش جايز ابوها قاعد جنبها ومش عارفه ترد منه؟ ما انت عارف انه راجل غلس. يعني ابوها قاعد جنبها كل ما بكلمها حسن، وبعدين ده بيرجع البيت كل فين وفين. امال هيكون حصل ايه يعني؟ مش عارف حسن، شكل البنت كده قفلت من ناحيتي وهتقفل منك كده من غير لا حمى ولا دستور من غير اي سبب عليه. مش عارف حسن، يمكن اختك بطه قالت لها حاجه كده ولا كده. ما بطه دي ما انت عارفها يعني براحتها خالص، دي ليها حق التصرف في اي حاجه. طب جربت لي كده يمكن ترد منك. قفلت. انت مضروب فيك اسفين جامد قوي. مش عارف يا حسن، شكل الموضوع ده مش هيعدي على خير. يلا يا لبنى عشان ده شيء فوق بقى له ربع ساعه. يا انا ما تصبرت يا والله احنا ب 100 ايد. الصبر كويس، اعملي لي كم يا لبنى الزباين جعانين. يا ماما انا شغاله بايديا واسناني اهو، هعمل ايه يعني؟ اتفضل خد. سلام عليكم. وعليكم السلام، اقعدي حفضلك دلوقتي. لا ما تشغليش بالك بيا لبنى، انا بقى اختي اعملي لي سندوتش احسن، هفتنى يا اختي بالجوع كده مش قادره اخد نفسي. اخلص الزباين اللي في ايدي يا خالتي ومن عيني. جري يا ابن، وانا لازم ادفع ثمن الساندوتش عشان ابقى زبون؟ سيب البنت تشوف شغلها يا اوس. براحتكم، ما كان عندي ليها خبر حلو. قولي في ايه؟ بقولك يا بنت مش قادره اخد نفسي من جوع وهفتنى، اماني الساندوتش عشان اعرف احكي لك. To sit here and have a coffee and tea, and he write all his story here in Khan Khalili. Welcome, madam. Have fun and drink tea, coffee, whatever you like. At 8 o'clock, we have another meeting to make the other shopping for the carpet. Okay, we're going to Kardasa. It's a very lovely place there. Welcome, madam. Hey, Weka, تعمل ايه؟ يا معلم، بحسب هشوف هجيب بضاعة قد ايه واشوف هيطلع لي منها كام. ولا يهمك، ضم الفلوس بتاعتي اللي عندك على الفلوس دي واتكل على الله، ولو عوزت فلوس تاني يا عم ولا يهمك، ان شاء الله اجيب لك فلوس البيت بط. لا 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 بلاش بط احسن تشبط مع سمكه تاني. خليك انت شريك معايا المره دي. نبى انا بنت حلال، انا برضو قلت هلاقيكوا قاعدين هنا. ازيك يا بطه؟ ازيك يا علي؟ ازيك يا طاطا؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. انت ايه اللي خرجك من شغلك بدري كده؟ يا عم ما خرجتش من شغلي على حاجه، ده وقت غدا، فقلت نتغدى احنا ثلاثه مع بعض. والله يا بنت حلال انا كمان هموت من الجوع، ايه رايكم نروح ناكل كبده عند البت لبنى؟ لا يا عم ارحمنا، انا من الصبح وظهر وليل كبده، انا صدري اتحرق منها. وبعدين انت بتحبها، انا وعلي بقى ذنبنا ايه؟ صحيح يا اخي ذنبنا ايه؟ صدرنا اتحرق من الزيت يا اخي. وبعدين عايزك تتقل بقى، تتقل عليها شويه. انا مش عارف يا علي اتقل ولا خف ولا عوم ولا اعمل ايه بالظبط. انا خلاص مشاعري اتنعكشت من ناحيه البت دي، مش عارف بقى اتجوزها ولا اصرف نظر وامشي اغني خان الاناديل والشارع الطويل. يا عم لا تغني ولا حاجه، لا تتجوزها طبعا. امال مين اللي زحزيكوا من ناحيتك؟ تزيحوا من سكته هو وترميه في سكتي انا، صح؟ طب وزيكو ماله؟ زيكو ده احسن خيرتي في مصر، وبعدين عريس لقطه. انا لو عندي اخت كنت اتجوزتها لزيكو. انت حر في اختك، وانا بقى حر في اللي هتجوزه. محدش فرض عليك حاجه يا بطه،
وانا خليت علي بالذات يقول لك الكلام ده من بقه عشان تفهمي. وبعدين ما حدش هيجبرك على حاجه حبيبتي، انت بقى تقولي اه تقولي لا، الموضوع يرجع ليكي. وانت يا علي شايف ان انا هقول ايه؟ بقول لك ايه، احنا هم جوعنا ولا ايه؟ يلا يا بطل يا حبيبتي، تعالي تعالي يا بطل، يلا تعالى ابدوي عاملين علي ويكا يا عم، تعالى واحنا مستغنى عنك، تعالى علي من قد ما نعدم علي ويكا. بذمتك يا اوسه، بذمتك وافقت حتى اكلمها عليكي كلام؟ عملت لها البحر طحينه، قلت لها فيك اللي ما يتقالش. المهم هو مش امه، هو اللي هيتجوزها مش هي. لا امه هي الاهم، بيخاف من امه قوي. ما انت عارفه يا بنتي يا لبنى، الكلمه كلمتها والشوره شورتها. صح كلام اوسه مظبوط يا ام. طب يا اختي خليكي عايمه على عم خالتك اما اشوفها ترسيكي على فين. هرسيها على بر الامان، وحياتك لجوزها الواد اللي نفسها فيه. والدلع دي بقى هيصرف عليها منين؟ ولا هياخد مصروفه منها وبشرقته؟ قال على راي المثل، بعجر اغا ماله الاشناب. ايه ياما اللي بتقوليه ده؟ علي كسيب، مش شايفه اوسه بتاخد منه بضاعه قد ايه؟ يا حسين ايه بعجر وايه الحاجات اللي انت بتقوليها الغريبه دي؟ ده انا لسه اخر مره واخده منه بضاعه بألف ونص. ايوه يا حبيبتي، ما هو بيشتغل يوم ويبلط 10. يعني ايه بقى ياما؟ يعني يا حبيبتي هياخد منك مصروفه، وقال على راي المثل جاريه وصنيه عليها بتنجانه مقليه. لا ياما مش علي، علي جدع وراجل ونفسه عزيزه. اللي قولي لي يا اوسه، ما تعرفيش ايه حكايته مع البنت بطه اخت حسن؟ قولي بقى يا علي، عندك عروستين احلى من بعض، نقي لك بقى يا حبيبي واحده منهم. والنبي ياما سيبك من الحاجات دي، انا بصراحه بقى مش فايق. ليه يا حبيبي؟ في ايه يا دناي؟ متعجلن شويه. متعجلن من ايه؟ عايز فلوس؟ لا فلوس ايه ياما؟ لو عايز فلوس كنت قلتلك. امال في ايه؟ سمكه، البنت سمكه بتاعت بورسعيد اللي كنت بشتغل معاها، ما بتردش عليا لما بكلمها. اه سمكه. والبت سمكه دي مالي ايدك منها يا ولا؟ مالي ايدي منها قوي ياما. عشمتها بالجواز حاجه زي كده؟ يبقى خلاص، ما دام ما بتردش عليك يبقى اهلها عاوزين يجوزوها. سمكه سمكه ياما، مفيش راجل في الدنيا يملى عليها غيري. خلاص روح لها يا حبيبي، روح لسمكة بتاعتك دي واسألها هي زعلانة منك ليه. انا خايف اما روح لها ما تعبرنيش، ساعتها بقى هزعل منها قوي. لا 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 ما تقولش كده، روح لها بس، روح لها وارمي حمولك على الله. ايش تمام قرن الفلفل ده طلع ندل قوي. قلت ليش يا بت الواد زيكو عامل معاكو ايه؟ خد نصيبه وخلع. ومالك فرحانة قوي كده يا بت؟ في امر زيك كده يضرب بالرصية والدماغ اتلم يالا. هاين عليا دلوقتي اقف في نص الشارع واغني ياما القمر على الباب. ما قدامك القمر بس انت اللي بعيد عنك النظر بقى. اتلم تلاقيك لسه ما عرفتش. عرفت ايه؟ اصل امبارح وانا قاعده انا وخالتي اوسه قامت قالت لي ايه لبنى، هو الدليفري بتاعه ما وصلش. يا عم دليفري ايه، روح كلم 0500 هم يتفاهموا معاك، اتكل على الله. انت جدع، انت مش شغال في المحل اللي جنبينا؟ ايوه شغال. طب ما جيتش بنفسك تاخد اكلك ليه؟ اصل انا بحب الدليفري، بعد ما باكل بحب احط صور اللعيبه في العلبه. ماشي يا عم، اوصل لمحلك هتلاقي طلبك في ديلك والحساب واصل. انا يا ام الواجب خد علبه معاك وريحنا، اتكل على الله. ما قلتليش يا بت قالت لك ايه خالتك؟ لا اتشفر من قدامي السعادي، دي ساعه زنقه. بعدين زنقت يا بت؟ احنا على البلوتول زينا. طلباتك يا قمر. قمر بقول لك يا بت، دول كام؟ دول 9. ما لازم يبقوا 9، ما قلبي حاسس ان بخت منيل. بابا يا بابا خد يا حاجه، يا بنت اختك. علي ما بيركنش معاك هنا، هو ابيضاني كده وعينه خضرا وحليوه، خاطب البنت دوخني وراه. لازمك دوخني وراه بورسعيد وبس.
في ايه يا بت؟ وبعدين في التليفون اللي عمال يزن طول النهار ده؟ ابدا يا ده تلاقي نمرتي شابكه مع نمره حد تاني. طب ارد انا ولا هترد انت ولا هو هيسكت لو سمع صوتي؟ اه ساكت. نمرتك هي اللي شابكه مع حد؟ يا خوفي لكون انت اللي شابكه. والنبي يابا انا مش طايقه الكلام ده، مش قادره اتكلم مع حد. وليه يا اختي؟ على ايه ده كله؟ يا ماما بيضه بعيون خضرة وطارت يا نينا، ما في 60 مليون داهيه يا بنت. ده انا جوزك سيد سيده. حرام عليك يابا بقى، مش كده حرام. حرام عليك يابا بقى، مش كده حرام. عايز ايه يابا؟ يريحك اطلع فوق السطوح ارمي نفسي؟ يا حبيبتي لسه هتطلعي فوق السطوح تتعبي نفسك؟ ما البلكونه اقرب اهي. بس الاول فهميني، على ايه ده كله يا ست السمك؟ ها؟ ليه؟ عشان حته واد ما يستاهلش ضفرك؟ حته واد ما يستاهلش حتى تفكري فيه؟ ولا رأي اللي قال شحات وعاوز كحكه بعجميه ورحمه امك يا سمكه ما حيطول حتى الطعميه. بس يا سمك بس يا سموك، انا مش فاهم انت بتعملي في نفسك كده ليه يا بنتي؟ انت عارفه انا ما يهمنيش في الدنيا دي كلها غير سعادتك، وصدقيني لو انا شايف ان الواد ده فيه رجا ما كنتش هتاخر ابدا. يابا مش طايقه اسمع سيرته حتى ابص في خلقته. طيب لما انت مش طايقه تسمعي سيرته ولا تبص في خلقته، ايه اللي بيخليك تعيطي يا حبيبتي دلوقتي؟ ها؟ ليه مصره تحرقي قلب ابوكي؟ بس بس اضحكي بقى، وريني الوش بتاعك، فين العينين الحلوه والضحكه الحلوه؟ فين؟ بقول لك ايه يا سمكه؟ اقول للواد خلف ان انت وافقتي ونكتب كتب الكتاب الخميس؟ قلت مش عايزه اتجوز ياب، مش عايزه اتجوز، انا عايزه اموت، عايزه اموت. الله يجيلي خبرك يا علي يا ابن ام علي. انا عارف انت طلعت منين. ايه يا خال؟ مالك؟ احوالك اليومين دول مش عجباني. سيبك من احوال انا يا دخلك، انا في احوال البنت السمكه، حالها لا يسر عدو ولا حبيب. الله، هي مش قالت خلاص مش عايزه الواد ابن الابلسه ده؟ قالت بس مين بقى اللي هيملى الفراغ بدل الواد ده؟ مين اللي هيقدر يمنع الهم ده عننا؟ انا مش مال عينك ولا ايه يا خال؟ تعرف يا خلف احلى حاجه بتعجبني فيك ايه؟ ايه يا خال؟ انك حمار حمار حمار، لا بتعرف تودي ولا تجيب، مش قادر تقول كلمتين حلوين للبيت وتاكل معاها حلاوه وتملى عينيها، مش قادر. يا ساتر عليك، يعني هو الواد ده يفرق عنك ايه؟ انا احلى منه؟ طبعا طبعا احلى منه. يفرق عنك ايه؟ عينيه خضره لسه ما استوتش، انما انت عينيك ما شاء الله استاوت وقربت تقع من وشك. هو جسمه رفيع، انما انت جسمك مدور انبوبه. قولها بقى، كل ما اكلمها تصدني. وماله لما تصدك مره واتنين وتلاته؟ ده حتى احلى حاجه فيك انك تبت وما بتحسش. يا تكلمها كلمتين حلوين، ده تداوي على الودان امر من السحر. هو الواد علي حيلته ايه غير الكلام؟ انما انت سبحان الله، انت انا اخرس ما بتعرفش تتكلم. ازاي يا خال؟ ما انا بتكلم معاك زي البربنطة اهو. معايا انا زي البربنط، تتكلم مع الاجانب زي البربندين، انما تيجي لغايه البيت لسانك يتلجم. يا خال، هو في فرقه كوره بتكسب من غير مشجعين؟ هي تملي تصدني، بتلعبني تحت ضغط، بتلعب دفاع منطقه وانا ما بعرفش استلم بظهري. انت هتعمل لي فيها حسام حسن؟ انت رح تتجوز ولا داخل المنتخب؟ ياد ياد، ما تبقاش فقر، اتكلم عن بنت كلمتين حلوين. الله، في ايه؟ انا خايف الواد ده ينط لها تاني وبعدين ياكل معناها حلاوه. مش انت بتقول خلاص قفلت من ناحيته؟ قفلت، انما افرض نط لنا تاني وقال لها كلمتين حلوين
دماغها لام، ساعتها انت هتقف ورا الجون تغني ظلموه. طب قولها خال اعمل ايه؟ اديني خبرتك في المعامله مع جنس الحريم. خش يا على المركب بعلاها يلا. طب اتكلم مين؟ ماشي يا خاله هقول لك عشان ما تقولش خالي بخل عليا بحاجه. الست من دول تحب الراجل ابو كف مخروم. شو بيبص في كف؟ بقول لك انت حمار، هو هيبقى كفك مخروم؟ كف مخروم يعني ايده فرطه مش ماسك على الدنيا، فهمت؟ يعني ده حته الفستان تجيبه هدية، ده قلم روج، ده جوز جزمه لميع، غويشه، حاجات من دي. حيلك حيلك يا خال، انت عايزنا بعزق فلوس على النسوان زيك ولا ايه؟ اهو بخلك ده بقى اللي جايبك ورا. ياد خلي ايدك فرطه. بقول لك ايه، انا هديك قرشين تغرقها بيهم هدايا. اصيل يا خال. هعيدهم على حسابك. قلت بقى اصلك يا خال. وانا بس اللي خايف منه الواد ده يرجع تاني ياكل معلقه حلاوه. وبعدين بقى بقول لك ايه، انا عاوزك تحط عينيك في وسط راسك اليومين دول. اه عشان العيال البنبوطيه اللي بينزلوا البحر من ورانا وانت بتقول بيدوك على قفاك. اتاك نيله على ملافظك يا ده الملاف السعد. يا الناس بتطلع من بقها سلاسل دهب وانت بتطلع تراب واسرمل. لا يا اخويا مش عشان دول بس، عشان الواد عالي خايف لا ينطلنا تاني والبنت تشوفه، ساعتها مش هطيق تبص في وشك. ده انا لما بشوف وشك نفسي بتغم عليا. طمنا يا علوة، ايه الاخبار؟ شفتها؟ والله ما عارف حسن اعمل ايه، لا عايزه ترد عليا ولا انا حتى قادر اقرب من البيت. مش عارف ليه ابوها لابت جنبها، هستنى بقى لغايه ما يخرج واطلع لها. انت الظاهر عليك واخد زومبا جامده قوي يا شقيق. تحب اجي لك؟ ماشي. طب عموما لو احتجت اي حاجه في اي وقت كلمني. ماشي يا معلم. طب سلام دلوقتي عشان انا شايف صينية بطاطس طالعة من الفرن عمالة تنده عليا وتقولي تعالالي اللالي يا ابو علي تعالالي. سلام سلام. كنت بتكلم مين؟ ده علي. هو فين يعني؟ ما شفناش وشه النهاردة خالص. لا ده علي مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ يبقى راح بورسعيد عند اللي ما تتسماش اللي اسمها سمك. لا يا ست ما فيش حاجه من دي، ما راحش هناك. امال راح فين؟ راح يا اما اسكندريه يا اما السويس. يعني ايه يا اما اسكندريه يا اما السويس؟ انا عارف يا بطه حته فيها بحر وخلاص. يبقى بتكذب يا حسن وراح للمخفيه دي بورسعيد. اسكتي وانت ما تعرفيش، دول واقعين مع بعض وقعه سودا بعيد عنك. ازاي يا حسن ازاي؟ احكي والنبي. الحقيقه ما عنديش معلومات عن الموضوع ده. جرى ايه يا حسن؟ هو انت ايه اللي جرالك؟ ما تقول. طب اكل الاول وبعدين اقول لك. مش هتاكل ولا تحط لقمة في بقى غير لما تحكي لي واقعين مع بعض ازاي. معلش بقى علي يا صاحبي سامحني، الاكل جامد واخوك جعان جعان قوي. اتفضل يا سخالف. اتفضل يا ريس جمعه. نشكر. امال فين السندوتشات؟ الراجل بيعملهم، اول ما يخلصوا اجيبهم لك حالا. لا ما تجيبهمش، يبقى اندهلي هاكلهم عندك. عينيا يا ساتر. معلش انا بحب اللون ده. بتحب اللون ده ولا عشان دي كبيره؟ يعني الاثنين. خلينا بقى في المهم. بقولك يا دخلف، انا شفت الواد بيحوم حوالين البيت بعناية دول.
ايوه صدقني ومفيش فايده. رابط راس البت، رابط دماغها، حتى بعد ما شاف التصوير يا دوبك دمعتين نزلوا من عينيها، بس اللي في القلب في القلب. بقول لك ايه، الواد ده نخلص منه، لا تصويره نافعه معاه ولا العين الحمراء موقفه عند حده. احنا لازم نقطع عرق ونساح دمه. بلاش الهبل ياخد حقه معاك، خاطر هتودينا في داهيه. اسمع كلام يا خلف، الواد ده يا دوب علقه اتعلم في جدته، مشرتين في وشي وغرزتين في دماغه وبس. ماشي يا ابطال، اديني بقى التصويره بتاعته عشان اوريها لرجالتي. بص على الله يا هو من ناحيه المنطقه تاني، انا موقف نادرجيه في كل حته، ورك بس كده هو يعدي المنطقه المحظوره. شوف بقى، شوف التكتيك بتاع ابن اختك يا خير. عارف ايه اللي بيعجبني فيك يا خلف؟ ايه؟ انك فاهم نفسك ذكي. حلاوتك نبلغ الرئيس. نعم. ايوه يا رئيس جمعة. فين يا امور؟ نزل ايدك بدل ما اقطعها لك. تقطع مين؟ انت كبيرك تقطع صورتك؟ انت فاكر الحته ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ وحياه مامتك ما هتفلت من ايدي المره دي، وارجعك بلدكم على نقاله. ما تبصش لفوق، بص لي هنا. اوعى على بلاش لعب عيال. انت هلا بتضربني انا؟ اللي كانك امشي على المطبخ، امشي. علي علي، انا مش عارفه مش عارفه قايمه كده، قلبي مقبوض النهارده ليه يا حسن؟ ليه ياما؟ بس خير ان شاء الله. كلمت علي؟ ايوه ياما، انا لسه مكلمه امبارح. انا بتكلم عن النهارده ياما. بقول لك مكلمه امبارح وكان زي الفل وطمني عليه، لكن يعني لكن ايه؟ مفيش حاجه ياما، مفيش حاجه. لا لا، انا قلبي مش مطمن. ولا يهمك يا حبيبتي، وعشان اطمنك هكلمه لك تاني واطمنك عليه. ما تنساش يا حسن، ربنا يخليك تطمني عليه لحسن قلبي واكني عليه نار. يا
انزل يا علي. إلا صحيح، أنت عرفت اسمي منين؟ بعدين حتعرف كل حاجة. المهم دلوقتي تدارى عندي هنا لحد لما نشوف لك حل في المصيبة اللي حصلت دي. مصيبة إيه؟ والله العظيم ما عملت حاجة، ده الواد خلف هو اللي ضربه بالمطوة. عارف وشايف بعينيا. خلاص يلا بينا نروح البوليس نقول له. لا بوليس إيه، خلف ورجالته هيشهدوا ضدك، وكلامي وكلامك لا هيودي ولا هيجيب. طب ما انت كمان شاهد على اللي حصل. البلد كلها عارفه اني على خلاف معاهم ومحدش هيسمعني يا ابني. يعني اسيب حبل المشنقه يتلف حوالين رقبتي عشان جريمه انا ما عملتهاش؟ مسير الحق حيبان. المهم انك تفضل متدارى عندي دلوقتي، لانهم اكيد قلبين البلد عليك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ بعدين هتعرف. يلا تعالى، يلا واعتبر البيت ده بيتك. يلا حبيبي. بيتك ده؟ الحمد لله نعمة يا ابني. وإيه اللي معادك في الحتة المقطوعة دي؟ دي هو النصيب يا ابني. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ طلعتلي منين وسحبني وراك وانا مهودة وكلامك بالقطارة؟ ربك عايز ينصفك وانا مجرد سبب. انت باين عليك راجل طيب. انت اسمك ايه؟ خدامك يونس. العفو عم يونس، ربنا يخليك عم يونس. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. عمل ربنا يا ابني. برضه تليفونه مقفول. انا مش فاهمة ايه حكايته. تلاقيه بس مشغول شوية والشغل واخده حبتين. يا سلام، أنا وشغلي بقى إن شاء الله. وبعدها لك يا بطة، مش كفاية اللي أنت عملتيه في بورسعيد مع سمكة؟ بقول لك إيه يا حسن، البت دي بالذات ما تجيبليش سيرتها. أنا مش فاهمة البت دي طلعت لنا من أنا مصيبة، وبعدين هي مالها ومال علي؟ وأنت مالك أنت؟ يا سلام، هو مش علي ده أخونا ويخصنا؟ أيوه يخصنا. خلاص، يبقى مالي بقى وستين مالي كمان. بص يا بطة يا حبيبتي، انت الحاجه الوحيده اللي ليا في الدنيا دي كلها، وكل املي ومنايا ان اشوفك احسن بنت في الدنيا وابقى مطمن عليكي طول عمري. بس انا عايزك يا حبيبتي كده تشيلي اي حاجه من دماغك وتهدي، وان شاء الله ربنا يقدم لك اللي فيه الخير. خلاص يا تطر؟ ماشي. بقول لك ايه، ما تقلق يا عم، النضاره دي وحشتني. ادي يا ست النضاره، قطيع النضارات واسنانها. سبع سنين وانا عايش هنا لوحدي بعد ما غدر بي البحر وخدها مني. كانت كل شيء في حياتي من يوم ما اتجوزنا، ما كناش نسيب بعض ابدا، ما فرقناش عن بعض غير متها. ومن يوميها وفي ساعة معينة يجيلي الهاتف، اخد اللانش بتاعي واروح لحد المكان اللي غرقت فيه واشكلها همي واحكيلها على كل حاجة حصلتلي. وانا متأكد يا ابني انها بتسمعني. ربنا يصبرك عم يونس. الصبر مر يا علي. طب اشمعنى المكان ده اللي اخترت تعيشوا فيه؟ البيت ده بنيته بعد موتها عشان ابقى قريب منها واقدر كل يوم اروح ازورها، بعدين ابقى بعيد عن الناس. حكم البعد عن العالم غنيمة، ابقى مني للسماء والبحر. ايوه عم يونس، بس الوحدة مرة وانت كده مش هتقدر تنساها. ومين قالك ان عايز انساها؟ هتفضل في قلبي طول عمري وحفضل شايفها بعناية طول ما انا عايش. لازم تنبه عليها يا خال، اوعى تتكلم قدام البوليس. مش اللي انت حكيت لي عليه ده هو اللي حصل؟ انا عمري كدبت عليك؟ ايه لا سمح الله، انت بتكدب. اقص عليك يا خالف، ما تقولش على نفسك كده.
هو حد مودينا في داهيه الا كدبك وزناخه مخك؟ خلاص بقى قفل على الموضوع ده. هي سمكه فين؟ حبسها في اوضتها. وبتقول عليا انا اللي زناخه مخ؟ انت اتهبلت يا خلف، هتغلط في خالك وقاعد قدامك. مش قصدي يا خال، انا قصدي نقرب لها الباب، تخرج نقطرها، نعرف مكانه نبلغ البوليس. يا ما شاء الله ما شاء الله عليك يا واد يا خالة. يا واد هتقولي الكلام ده قدام حد يحسدوك؟ أول مرة تتكلم صح، أول مرة في حياتي أحس إنك بتفهم يا خالف. أو ما أفتح للبيت السمكة راح عليها. مالكش دعوة. تعالي يا بت. كده برضو يابا؟ اهون عليك تعمل فيا كده؟ يا بنت انا بخايف عليكي، والله خايف عليكي. الواد علي ده بقى مجرم، ده بقى قتل قتلة. لا ياب، انت ايه اللي جابك هنا يا بوز الاخص؟ لا بقى ياب، علي بريء والمجرم هو اللي قاعد قدامك ده. بس يا بنت الكتف بلاش قله ادب. لا مؤاخذه يا خال، لو اتكلمت هقطع لحمك. لا مؤاخذه يا خال، انت ايه؟ محدش مال عينك؟ لا مؤاخذه يا خال. بس يا حمار، لا مؤاخذه يا خالف. يخلصك كده يابا؟ المجرم السافل ده يشتمني وانت قاعد؟ معلش يا بنتي حقك عليا، ما انا شتمته اهو ومعزق. ويا ريت تمشي من هنا. قوم وما تجيش البيت ده تاني. قوم يا ابو دم تقيل، انا عارف ايه اللي كان لطش في دماغي عشان اوقف انت اجوزك بنتي. ابن عمتها وخلف اولى بزفاره سمكه. طب امشي يا زفر من هنا، امشي يا اخويا. قوم اطلع. ماشي يا خال، بس ما تنساش اللي اتفقنا عليه. اتفقتوا على ايه؟ اتفقتوا على ايه يابا؟ مبسوط يا اخويا؟ قوم بقى من قدامي افتح راسك. عارف ايه اللي بيعجبني فيك يا خال؟ ايه يا خالي؟ انك عامل فيها خالي بجد. طب غور من وشي بقى. ماشي باي. هتاكليله. يا ساتر يا ساتر. سمك يا بنتي، ما تقولي لي انت الحقيقه، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله العظيم والله العظيم تلاتة يابا، علي مظلوم. الله، من مين اللي ضرب الواد شباره بالمطوه؟ بوز الاخس خلف كان عايز يضرب علي بالمطوه، جت في شباره وانا هشهد بكده. ما تقدريش تقدريش يا بنتي، ساعتها هيقول اه ما السمكه دي بتحب الواد علي عشان كده عاوزه تبرقه. ما انت كمان يابا، انت اشهد معايا. كان على عيني يا بنتي، هو انا كنت موجوده حبيبتي؟ يعني اشهد كذب؟ تحب ابوك يطلع كذاب؟ طب وبعدين علي يروح في شربة مية كده؟ ما هو مفيش قدامنا يا بنتي غير ان الواد علي ده لازم يهرب، لازم يختفي تماما وما يجيش هنا ابدا. تفتكر كده يابا؟ اه، هو في قدامنا غير كده سمكة يا بنتي؟ يا عم يونس، ده انت استحملت حاجات كتير قوي. ان شاء الله ربنا هينصرك يا ابني، وتأكد اني هقف جنبك لحد ما اخلصك من الورطة دي. ربنا يخليك يا عم يونس، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. انا عايز اطمن على امي، اكلم حسن يطمني عليها. الو، ايوه حسن. لا يا عم، اخوك واقع في مصيبة. يا ساتر يا رب. ايه يا علي في ايه؟ طب احكي لي. طيب يا عم انت ما تقلقنيش. ايه؟ طب وبعدين؟ ليه؟ وما كانش في حد واقف ولا ايه؟ طيب ماشي ماشي. بص علي، قول لي انت فين دلوقتي بالظبط وانا اجيلك. اوعى حد يقطرك وانت جاي، احسن يعرفوا مكاني. اه الواد خلف ورجالته دول قلبين عليا بورسعيد. بقول لك ايه؟ لو امي سالتك عليا طمنها وقول لها ان انا عندي شغل ومش فاضي اتكلم. بالمره بقى حسن احتياطي يعني ما تتصلش بيا، انا هبقى اتصل بيه. طيب يا علي ماشي ماشي، بس بطمن عليك عشان كده انا قلقان. اديهولي اديهولي اكلمه النبي يا حسن. استني بس شويه. لا مفيش، دي البت بطه عايزه اكلمك تطمن عليك. بطه؟ لا 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 والنبي حسن مش وقته، قول لها هبقى اكلمها بعدين. يلا سلام. وبعدين يا حسن هنفضل قاعدين كده وسايبين علي هناك لوحده؟ امال عايزانا نعمل ايه؟ نسافر له طبعا. يعني ايه نعمل ايه؟ ما ينفعش نسافر له. انا كمان ما اقدرش اقعد كده واسيب علي هناك في دقيقه لوحده. على اساس ان انت هيركليز يعني حللت العقد؟ اهدي دلوقتي اتصل تاني، عايزين نهدى كده ونفكر ونشوف هنقول لامه ايه. يا عيني عليها، تلاقيها هتتجنن عليه دلوقتي. انت بالك واقفه في وشي زي ذكر البط كده. يا باي علي. ايه لابنا؟ ايه لابنا؟ مالك يا بنت؟ قاعده متفوسه زي الزكيبه كده ليه؟ ما تيجي تشوفي شغلك. علي اتأخر قوي يا اوزه،
وقلبي وكلني عليه. يا حبيبتي زمانه جاي هينطلك حالا دلوقتي هنا. تصدقي يا لبنى نفسي كده احط ايدي في ايد علي ونفضل رايحين جايين على بورسعيد، رايحين جايين على بورسعيد، ومرمط نفسي في شراء الحاجات عشان المحل ده الزباين فيه تشغي كده. طب وانت ايه اللي منعك؟ ما تروحي معاه على الاقل، اسمها سمكه دي ما تستفرطش بيه. يا اختي سمكه ايه وكابوريه ايه وريحه الزفاره اللي انت بتتكلمي فيها دي؟ احنا بنتكلم كلام ناس عاقله دلوقتي يا بنت. كان نفسي اصرحه بصراحه ربنا في الموضوع ده، بس خفت يقول عليا طمعانه وعايزه اسمه لقمته. علي علي لو شاف لاي حد مصلحه عمره ما يتاخر ابدا. انت شايفه كده يا لبنى؟ امال ايه؟ انت ما تعرفيهوش ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اوزه، ما تيجي المره الجايه انا وانت نروح معاه رجلنا على رجله. مع السلامه يا بطاط. صباح ابيض متوسط لسه ما حدش عكره. اهلا 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 يا سيزيكو. ازيك يا ست اوزه؟ ايه هي البضاعه لسه ما وصلتش ولا ايه؟ ازاي علي زمانه جاي وجايب كل اللي وصيته عليه، كل حاجتك بالذات انت جايه، القميص الكحلي مش تلبسه على البدله البني، امال ايه زبوني ولا لازم اهتم بتناسخ الوانك ولا انت ما بتحبش الكونتراست؟ ها لا بحبه طبعا بحب الكونتراست، ازاي بقى ما تحرمش منك يا ست وسه. جرايه لبنى ما تقومي كده تعملي لنا سندوتشين. الواد عندك خليه يعمل. مش عايز انا من ايد الواد، انا عايز من ايدك انتي. زق عجلك ونبعتهولك ديليفري. ما قلنا ما بنحبش الديليفري، عايزه من ايدك انتي وجها لوجه. لا 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 لما تلم الدور يا سيزيكو، انت جاي تغني علينا ولا ايه؟ جرايه ست اوسه هو اللي عنده كلمتين حلوين ما يعرفش يقولهم. لا يا اخويا ما انت سمعت ردنا، جالك اوام اوام ان احنا سكتنا مغلقه، اتفضل بقى لا مؤاخذه من غير لا مؤاخذه. كده برضه يا ست اوسه؟ ماشي. عموما انا زيكو. زيكو اللي ما بتقفش قدامه حاجة. سلام. سلام مع ألف سلامة. يا ساتر يا رب، الواد ده خنيق، معرفش هيفضل حاططني في دماغه لحد امتى. كرايه يا لبنى، ما تحطي يا بنتي يا حبيبتي عقلك في دماغك، فكري كويس. حسن وزيكو الاتنين عايزينك طبعا، يعني لو جيتي تسأليني انا اقولك ان حسن جزمته بمئة ألف زيكو، لكن اهم هنعمل ايه الاتنين رايدينك. القلب وما يريد يا أوسة، يمكن لو علي مش موجود كنت فكرت في حسن. يا ستي اعتبر ان علي مش موجود. يا لبنى يا حبيبتي انا مش عايزاكي تخيبي الخيبه اللي انا خبتها، قعدت اقول لا مش هتجوز ده ومش هتجوز ده لحد ما رست ان انا بقيت وحيده. ربنا يكفيكي شر الوحده يا حبيبتي. اروح بالليل احط دماغي على مخدتي جمعيتي تبقى على خدتي، حد يونسني حد يطبطب عليا ولا لما معايا حد يقول لي مالك وسلامتك. اوعي يا لمي اوعي يا حبيبتي تبقي وحيده زيي. ببقى الصبح هنا في المحل دايره زي النحله، الزبونه من دول تيجي تشتري مني شيء وشويات وتديني الفلوس اللي انا عايزاها وتروح بيتها بقى لاولادها والراجلها اللي ترديه وتحضر له الحمام ترضع العيال واللي تذاكر للعيال. وانا يا لبنى اروح الاقي نفسي لوحدي في البيت بايدي على خدي، اقول يا رب النهار يطلع عشان اروح الشغل، النهار يطلع عليا وانا برضو مش عارفه انام، اجي الشغل افرم نفسي في الشغل عشان اتعب واعرف انام، اقول يا رب الليل يجي عشان اتخمد وانام، الليل يجي وما اعرفش انام برضه ويصبح عليا النهار، الليل والنهار بقوا شبه بعض الاتنين بتعذب فيهم يا لبنى. حبيبتي يا اوسة انتي معبيه جامد قوي، عشان كده انا خايفه عليكي يا لبنى. خدي يا حبيبتي حظك من الدنيا وارسلك على بره. ما هو انا كمان معذوره، عارفه يا اوسة علي جدع وشهم صوته حنين وكلامه زي كلام الاغاني، انما اللي اسمه حسن بيطجن في الكلام، يجي يتكلم معايا كانه بيتعارك مش بيوصل الود. تبقى انت مش فاهمه يا بنتي يا عبيطه، اهو ده بقى اللي بطينه اللي لا يعرف يزوق الكلمه ولا يلمعها، يدب الكلمة كده تنزل زي الجزمة القديمة على قفاكي، وبعد شوية تبصي تلاقيها ايه لا جزمة ولا حاجة، شبشب عيل عنده شهر وربع قد كده. اهرب برا مصر.
كرجولة قد آخرتي، قلبي كبير وده هو سبب حيرتي. أنا وي كرجولة قد آخرتي، قلبي كبير وده هو سبب حيرتي. حمي دمي واد مواقف، تقفش على الدنيا وانا كيف. حمي دمي واد مواقف، تقفش على الدنيا وانا كيف. بتبي لي مين وبجلها شمال وبقسم لها السيكة. Breathe.